في الدور 16. أم تكون هنالك كلمة لصاحب الأرض والجمهور نادي إلى سلطان البيشي. البيشي من خلف المدافعين، ممتازة إلى مجرشي. مجرشي كنترول ممتاز، استلام وتسليم من مجرشي، وعرضية مثالية في مكان خطير، لكن حارس المرمى بتوقيت سليم يتحصل على اللقطة الماضية علي الصبياني. كرة من خلف المدافعين، هذه ممتازة، هذه ممتازة، هذه مرتدة، يجرب يشوط لكنها بعيدة عن الخشبات الثلاثة. مرتدة سريعة ضربت دفاعات الفريق للوطني، ممتازة عملية التمرير والتقدم والعرضية لكنها سهلة وصلت لدى أحضان إبراهيم زايد. كرة كانت خطيرة جدا، عدم تفاهم في اللقطة الماضية، الكرة بعد ذلك تبعد إلى خارج أرضية الملعب. رم زايد في العرضية الماضية، لدينا الآن لقطة الوطني، عرضية مرور البنفسجي يفعلها، الوطني يسجل أول أهداف هذه المباراة. كان هو الأخطر، كان هو الأقرب، كان هو الأفضل، ويسجل يا فرانشيس، يسجل الآن الوطني أول أهداف هذه المباراة مبكرا وسريعا، 1-0 لا شيء لصالح البنفسجي. يريد أن يقدم شيء ويريد أن يكرر ما فعله ضمك، لا يهم أين يتواجد وأي مركز، المهم أن يقدم وأن يذهب للدور القادم. هذه العقبة الماضية بالعرضيات أتوا بالهدف الأول عن طريق هذه الرأسية، 1-0 لا شيء لصالح الوطني ولصالح البنفسجي في هذه الرأسية اللي راحت للشباك، اللي راحت للشباك. كرة من خلف المدافعين، مجرشي خطير تحصل على الكرة، يبحث عن أحد الزملاء للتمرير، المتقدمين من الخلف هم الأقرب في اللقطة الماضية. خلوهات الآن مسابعات مع عمر السحيمي، لكن تكتل دفاعي أكثر من رائع يجبر لاعبين الفيصلي على العودة. مجرش الآن للتقدم، بينية ممتازة، عرضية مثالية، الكرة في الجول، وجدوا الثغرة ووجدوا الحل والبسمة للفيصلي. محمد أبو سبعان يسجل الآن يا صربي، يفرح الآن الصربي كثيرا بهدف العودة وهدف التعادل بعد التحركات وبعد الانسجام. وجدوا ثغرة كانت كافية بضرب مصيدة التسلل وبضرب وكشف هدف الأول لصالح الفيصلي عن طريق محمد أبو سبعان في مرمى علي الصبياني. هذه الثغرة، هذه العرضية أبو سبعان لدقها، وعاد الفريق الفيصلاوي بهدف التعادل. 1-1 تصبح الأمور الآن في شوط جميل يتحرك من خلاله اللاعبين برغبة كبيرة من أجل خطف بطاقة التأهل للدور القادم. السحيمي، عمر، تمريرة إلى أبو سبعان صاحب هدف الفيصلي الوحيد حتى الآن، مراد، مهدي، الكرة ما عدت، الكرة ما عدت، الكرة الآن بقرار حكم المباراة على أنها عدت خط، كرة عادت للوطني بالرأس، تحضير ممتاز، تقدم اليماني فهد أو عادل في اللقطة الماضية، تسديد الآن جميلة جدا، رائعة جدا، الماضية والكرة الماضية لكن ليس ببعيد، عارف الفيصلي سرعان ما تعود الوطني في عملية ارتداد سريع. هذه خطيرة، هذه خطيرة، البلوي عبد العزيز، مواجهة لحارس المرمى عبد العزيز، لكن إبراهيم زايد يقول ليس الآن يا عبد العزيز لكي تزيد رصيد الوطني بهدف ثاني. نايف البلوي، نايف على راسية من الكرة، بعد ذلك المدافع يبعدها للأمام، عادت بتسديدة، تسديدة أخرى، الكرة فيها أوفسايد، فيها أوفسايد يا عبد العزيز. هذه المرة حطها في الشباك لكنها في موقف تسلل عبد العزيز. النتيجة بهذا التعادل والتفكير بعد ذلك على خيارات وتغييرات المدرب الكرواتي فرانشيس إملادي. الفيصلي يريد أن ينهيها من هذا الشوط بهذه التسديدة، لكن علي الصبياني يتألق من جديد ويتصدى للقطة خطيرة من فهد اليماني، يريد أن يفعل شيء فهد. مرور ناجح من ركان البلوي، نايف وعبد العزيز وركان، الثلاثي الرائع مع الوطني، كرة الأمرار
الفيصلي. هارون حمزة هو البلوى في الفيصلي، يسجل الآن للوطني هدف ثاني وأيضا بالرأس، يأخذ فيه التصوير والفلاشات بهدف رائع بارتقاء رائع بفرحة مستحقة لهذا اللاعب هارون حمزة للمرة الثانية، اكلاكيت للمرة الثانية بالراس، وضعها بالشباك، حطها بالشباك، تدرس هذه العرضية وهذه الراسية بارتقاء مثالي للوطني. يا عيني عليك يا هارون، يا عيني عليك يا هارون، ايش سويت بالاخطاء يا هارون؟ افرح يحق لك يا هارون، ثاني الاهداف للوطني عن طريق الهداف هارون حمزة. التمرير طويلة على الرواق الايمن، تقدم الان لحمد المنصور، عادت الى فهد اليماني، الى جوستافو، نقلات لعناب سدير من اجل ان يجدوا الثغرة كما وجدوها في الشوط الاول. تسديدة حمد المنصور بعيدة تماما عن مرمى روجيريو، الى جوستافو، روجيريو من جديد في الجول، عملوها فعلوها وفي المرمى سجلوها البرازيلي جوستافو، حطها لروجيريو البرازيلي، اسعد الصربي في هذه اللحظات مع ذكر الانجازات، يحضر انجاز البرازيليين مع الفيصلي، جوستافو حطها لروجيريو وقال له سجل وعود الفيصلي في هذه المباراة في التوقيت الموعود يا روجيريو، يسجل هدف جميل ورائع لعناب سدير. 2-2، تصبح الأمور الآن في أرضية الملعب بهذا العطاء بهذا الوصول، روجيريو يعيد الأمور لعناب سدير، الفريق المثير جدا في هذا روجيريو أبو سبعان، لف ودوران، تسديدة لكنها ضعيفة ضعيفة، وصل السهلة مع علي الصبياني، لم يحقق مركز أفضل من المركز السادس في عام 2012-2013، كرة الآن بالرأس في الجول، مستحيل. فهد إلى روجيريو، تغييرات راستوفيش أنعشت كثيرا المقدمة، تسديدة قوية لكنها بعيدة تماما من فهد اليماني، تحولت إلى ركلة مرمى. متعب يعلي كرة، عادت الآن أمامية، يا سلام يا سلام يا سلام، في الجول في الجول، خطيرة يا الله يا الله، على لقطة جميلة، يلعب كرة لروجيريو، روجيريو يعدي بشكل جميل، روجيريو تميرة الرد من إيغوير روسي، يرسل كرة محمد مسج بعيد، إلو في دور يمر بأكثر من لاعب، تسديد الآن خطيرة حلوة حلوة وجميلة من وسام سويد. إذا الوطني ما بين أرضه وجماهيره يبحث عن التأهل للدور القادم، والفيصلي يريد خطف الانتصار من الدقيقة الأولى، من الدقيقة الأولى قد تكون رصاصة الرحمة للفيصلي لعناب سدير بثوب جديد وبثوب غير، يفعلها ويسجل للمرة الثالثة ويتقدم للمرة الأولى في الدقيقة الأولى في الشوط الإضافي الأول. حمد المنصور اللاعب رقم 20، لعبة قناص يا حمد، أرسلها قوية في 90، صعبة عليك يا علي الصبياني، لسه ما دخلنا في الأسماء والتغييرات اللي حدثت في الشوط الثاني. حمد المنصور يقير نتيجة المباراة بهدف ثالث بقذيفة راحت في الزاوية 90، هدف ثالث وإن كان حضر في انطلاقة الشوط. أهداف لفريق
الفيصلي لويس جوستافو ويليه روجيريو، والان لقطه لروجيريو، روجيريو مواجهه لحارس المرمى في الجول، في الجول المتقدمين من الخلف، التسديده روجيريو بالغ بالمرور، بالغ بالمرور روجيريو، الكره ما زالت لديه، الكره على الطاير لكنها بعيده، يتراجع على الخلف للمره الثانيه من روجيريو، فهد اليماني يرسلها جوستافو، جوستافو عرضيه بالانتظار لكن فهد اليماني نايف، ماجد ممتاز العطوي وصلها الى عبد العزيز البلوي، هذه خطيره، خطيره للبنفسجي البلوي، يا سلام البلوي عرضيه في مكان، يا سلام على هارون حمزه والباكورد اللي لم يكتمل من هارون. الاسماء الاساسيه وبالتغييرات اللي اجراها راسوفيج، الفيصلي يبدو افضل واخطر في بدايه الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مجددا للشوط الإضافي الثاني لهذه المباراة التي تجمع الوطني بالفيصلي، الآن كرة مع اسلام سراج اللي جرب الشوط لكنها تفوت يا اسلام. العطاوي في اللقطة الماضية يمر ويعدي، يلعب كرة للاعب البديل نادر عبدو، نادر إلى البلوي عبد العزيز، البلوي إلى البلوي الآخر نايف، كرة من خلف المدافعين بالراس، كيف ضاعت هذه يا هارون؟ أم تنتهي المباراة على الخمسة الأهداف اللي حضرت في كل الأشواط؟ هذه رأسية من إسلام سراج، لكن الوقت والساعة وماذا تبقى عن هذه المباراة؟ كرة الآن بالراس مرت أيضا وتحولت إلى للدور القادم، كرة الآن فيها عرضية، فيها جول، فيها جول لفريق الوطني، تسديده، أوه